فيها أيضا منتخب محلي بقيادة مجيد بوقرة، ومقبل على تحدي آخر بعد ما فاز بكأس العرب، فيه تحدي الشان. هل تشوف بهذه التركيبة وبهذا المدرب الجزائر قادرة أن يعني تخلي الكأس في بلادها، في تجربة جديدة، في بطولة عندنا بزاف ما شفناهاش، بطولة البطولة الإفريقية للاعبين المحليين؟ أعتقد بأنه قادر على ذلك على الورق، لكن علمت بأنه كانت عنده صعوبات شوية مجيد بوقرة ولاعبين المنتخب الرديف في تحضيراتهم وفي المباريات اللي لعبوها من ناحية وديا. إن شاء الله توفر له أفضل الشروط قبل شهر وشوية عن الموعد، وإن شاء الله يكون الجمهور حاضر ويكون سند كبير لبوقرة واللاعبين المحليين، لأنه احنا في حاجة إلى لقب مثل هذا حتى ولو كان خاص بالهوات. بل نختم، وش رايك في الاجواء اللي يصنعها الجماهير الجزائريه هنا في قطر رغم غياب منتخب بلاد؟ زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.